السلام عليكم، اهلا فيكم في فيديو جديد. اليوم راح اتكلم معاكم عن التسريبات اللي ما راح تخلص. الايفون اس اي 2 او الايفون 9، ف اوكي هذا الاسماء اللي ممكن راح يكون، او بس ايفون يسمونه. طبعا التسريبات انه راح يكون في نهايه مارس ما نزل. الكل يعرف اني سويت فيديو قبل اسبوع تقريبا عن مواصفات او التسريبات حق الاي او اس 14. كيف عرفنا المواصفات حق الاي او اس 14؟ ان موقع 9to5 Max حصل على بعض الاكواد حق الاي او اس 14 وعرفنا بعض التسريبات اللي راح يكون في الاي او اس 14. الاي او اس 14 راح ينزل في شهر 6، او ابل راح تعلن عنه في شهر 6 ونعرف كل الميزات حقته، وراح ينزل في شهر 9 رسميا حق الكل مع الايفون القادم حق الشهر السنه هذه اللي هو الايفون 12 اذا ما غيروا اسمه. لكن هنا راح اتكلم معاكم عن الايفون الجديد، الايفون 9 او الايفون اس اي 2. 9to5 Max برضو تسرب قبل شويه او قبل يوم الاكواد حق الايفون الجديد الايفون 9 اللي راح يكون موجود في الاي او اس 14. يمكن ما راح ينزل في الاي او اس 14، يعني ما راح ينزل الحين، يمكن ينزل الحين، فللان ما ندري. فاتوقع انه مع كورونا ما راح ينزل الحين، بيدفونه قدام. فالتسريب الحين الجديد اللي طلع انه ما راح يكون بس في ايفون 9 الايفون الصغير اللي هو حجم الشاشه 4.7، لا راح يكون في برضه 9 بلس فالايفون الكبير اللي هو حجم الشاشه 5.5 انش. ف اوكي ما بس ايفون صغير بزر، راح يكون ايفون كبير برضه بزر. ف هذا الايفون الكبير راح يكون كذا. الايفون الكبير يعتبر حجمه نفس حجم تقريبا 10R او الايفون 10S ماكس والكبار، فما في فرق بينهم. لكن تخيلوا انه راح يكون في جوال كبير بكاميرتين. طيب والايفون 11 شو اللي راح يكون فيه ميزه؟ الايفون 11 رودي بكاميرتين وما في زر. فتقريبا ابل كذا راح تلعب على الحركات كلها، راح يكون في جهاز بزر في كاميرا وجهاز ثاني اكبر منه بكاميرتين، في جهاز بكاميرتين في الجهاز اللي بدون زر نفس هذا الجهاز اللي يكون بدون زر كاميرتين، وفي بثلاث كاميرات. ف ايفون 9 كاميرا، 9 بلس كاميرتين، 11 كاميرتين بدون زر، 11 برو، 11 برو ماكس ثلاث كاميرات. فاللاينز راح يكون كبير، فراح نشوف قدام ايش بتسوي. طبعا ما ادري ايش بيحطون اي كاميرا. انا كنت تكلمت لكم قبل انه اتمنى ان يحطون الوايد انجل والالترا وايد، لكن اتوقع اني تراجعت في الشيء، مو بتوقع اني متاكد اني تراجعت في الشيء. الالترا وايد ما عجبتني في الايفون 11 برو 11 برو ماكس وال11 برو بكل النسخ. هي حلوه انها تفتح العدسه كامله يعني تطلع لك كل شيء، لكن في الاضاءه المنخفضه راح تشوف وضوح الشخص مو بكويس. فانا اذا كنت داخل البيت كل شيء ما اقدر اصور بالوايد انجل، ما راح تكون واضحه. فاتمنى ابل خلاص يكون 9 نفس كاميرات او نفس التقنيه او نفس اوكي ما نفس التقنيه يجيبون لي يقولون لي ليش اقول كذا. ف الايفون الصغير يكون الوايد عاديه، الايفون الكبير يخلون 2x نفس اللي في الايفون 11 برو ماكس والوايد العاديه. فهذا الخيار. اما الايفون 11 راح يكون فيه الوايد والالترا وايد اللي موجوده الحين اوريدي. فحركه حلوه انه هناك راح يكون 2x والوايد، اما ال11 راح يكون الترا وايد والوايد. فتنوع كذا. بس تقريبا كل المواصفات، مواصفات الجهاز راح يكون برضو معالج ال A13 نفس الموجود في الايفون 11 11 برو 11 برو ماكس. فانت بكيفك تختار جهاز. برضو في حس حركات ما بعجبتني، يعني 4.7 720 وضوح اتش دي، 5.5 راح يكون 1080 اذا كان نفس الوضوح اللي الحين موجود. طيب الايفون 11 وضوحه فوق 720 بشوي، فراح يكون وضوح هذا افضل من ذاك، بينهم راح يكون ال سي دي ديل برضو. فالى الان ما بعرفين الدعوه. اتمنى او اتوقع برضو انه ينزلون هذيلي، يعني احس ان الترتيب يكون افضل انه لو ينزلون بعد ما ينزل ايفون 12 راح ينزلون الاجهزه ذيك، انه الاربع اجهزه يكون كلهم اولد، هذيلي راح يمسكون مكان ال سي دي ويكونون على الاي 13 ذيك اوريدي اي 14، فكذا يتنافسون عدل. كذا الاشخاص تفكر انت بعدين اوكي تبي جهاز مال السنه راحت ولا جهاز مال السنه نفس المعالجات، لكن في تقريبا يحطون تقنيات شوي يسوون قابل حق الايفون 11، لانه اكثر شيء نزلوا هذيلي راح ينافسون ايفون 11، هذا الاكثر شيء ينزلون. فانتوا تتمنون تتمنون جهاز بزر ولا جهاز بدون زر بالفيس اي دي او فيس اون لوك؟ بس فاكتبوا لي تحت في التعليقات شو اللي عجبكم. هل انتم تنتظرون الايفون 9؟ ما ادري ايش نسميه للان، نسميه ايفون 9 ولا ايفون اس اي 2 ولا بس ايفون؟ ما ادري شو اسمه يسمونه. فاكتبوا لي تحت التعليقات اذا نزلوا الجهازين ذيلي، يعني اذا نزلوا كذا يعني ما ادري هل يكون واحد ب 400 واحد ب 500 او واحد ب 50 واحد ب 600 والايفون 11 يبدا ب 700، فبيكون الترتيب كذا. بيكون الكاميرات جديده وقويه نفس الايفون 11، معالج قوي جديد، يعني ابل ما عندها الحركات دي انه يخلون
جهاز معالج مال قبل سنتين وجهاز لا، جهاز مواصفات قوية يكون. فكتبوا لي تحت التعليقات شو اللي تتمنون، تشترون جهاز صغير وجهاز كبير، هل تشترون بالأزرار ولا تنتظرون الأجهزة اللي بعدها، أو ما راح تشترون الأجهزة 80 سنة مثلا على الـ A14 اللي بتنزل مش الـ A13 بس. ففي نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناة ونشر المقطع وملايك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسون افضل دعاكم، والسلام عليكم.